مش عارف اي ديمقراطيات اللي بتدعمها، اذا كان الحكم فيها كلنا شايفين بيتم ازاي وبيتم التوارث ازاي، وفيها ما فيها من المشاكل. حتى قناة الجزيرة اللي هي بتتكلم على الديمقراطية والحرية، هل يستطيع ايا كان في الجزيرة انه يتكلم على اي مشكلة في قطر؟ هديك مثال، النهاردة قرار خطير ربما الاخطر في تاريخ قطر بسحب سفراء السعودية، الامارات، البحرين، اكبر ثلاث دول في المنطقة في مجلس تعاون الخليج، لما يسحبوا سفراءهم قناة الجزيرة ما جابتش ولا خبر. قناة الجزيرة قعدت تركز على ساعات. ايه ده؟ في ايه؟ ده انت لما حد بيكح في اي حتة تانية بتتكلم عن الديمقراطية والحرية والدفاع عن المظلومين. وبالتالي لا، في طيب مشكلة يعني في التركيبة. هل هنا يعني قطر تعلي مصالحها مع الجانب الامريكي فقط، ولا هل هناك ضعف في الرؤية السياسية والاستراتيجية، ضعف في تخطيط السياسات الخارجية لقطر، ربما لضعف في الخبرة، وليس يعني ربما قد يكون شيء غير محسوب مثلا؟ بصي، عايز اقول لك على حاجه. هو قطر في البدايه لما عملت الجزيره وبدات تهتم بالشان السياسي الخارجي كان ليها هدف انها تسمع على المستوى الخارجي، بس بعد كده جالها شبه جنون عظمه، حست بانها دوله محوريه وبتاثر في العالم وبتقود الجماهير العربيه وبتقود الجماهير الاسلاميه، وبدات تتصرف على هذا الاساس. لكن اللي انا اعرفه انه مع تولي الامير تميم السلطه حصل تقسيم للسلطه. باي معنى؟ لانه هو هل يعني دي سياسه قطر تجاه المنطقه منذ سنوات، هل بعد تولي الشيخ تميم السلطه بالفعل حصل اختلاف في التوجه القطري؟ الامير السابق كان ممكن يمسك الامور بشكل اقوى، لانه هو كان الامير، هو اللي صنع النظام ده، وكان معاه وزير خارجيته حمد بن جاسم. ولكن لما جاء هذا الامير، هو جه في وقت ما كانش حد منتظر انه يجي. لماذا؟ وما عندوش تدخل امريكي ايضا؟ يعني هو تدخل امريكي، خلافات في العائله، الأميرة موزة عايزة يعني تصعد حد من ولادها أو تصعد ابنها، لكن هنا قرروا إن هم يقسموا السلطة. والله أنت هتيجي تمسك، بس مش هتقرب ناحية الجزيرة والإعلام، ده لعائلة كذا، ومش هتقرب ناحية الإخوان لأن دول حصة كذا. ده في يعني نوع من التعارض جوه. المنظر خارجي ان تميم هو اللي بيحكم، لكن تميم لم يسيطر على المفاصل بعد. وبالتالي تميم لما يروح ويوقع اتفاق في الكويت بوساطة الكويت بين وحضور يعني وزير الخارجية السعودي، انه احنا هنلتزم وهنمشي في السياق، ولكن ليس في يده السلطة، ليست كاملة. هذا الاتفاق اللي وقع في نوفمبر اللي فات تقريبا لم يطبقه. في شهر فبراير اللي فات قعدوا تاني، الاتفاق الاول كان في الرياض، الاتفاق الثاني الشهر اللي فات تقريبا 14 فبراير قعدوا وقالوا طب ننفذ اللي اتفقنا عليه قبل كده، قالوا طيب هننفذ فورا وهنعدل في الاعلام، وهو ولم يحدث اي شيء. ده دليل على ان السلطه والامير لا يسيطر على الوضع. اذا في مشاكل جوه العائله المالكه، في مشاكل جوه أجنحة السلطة، الراجل مش قادر يسيطر، وده قد يكون من الأسباب اللي تؤدي لتفكك البلد وصراعها في النهاية، لأنه هو عنده مشاكل كبيرة جدا. مش ده عنده ضغط، المفروض هو يعني لولا الابتزاز اللي بيمارسه على طريق الجزيرة كان اتعرض لموقف كبير جدا ما حصلش في القرن العشرين والقرن الواحد وعشرين، إنه يبقى فيه صخرة في العمل زي ما تم الكشف عنه في صحيح. على العموم احنا يعني هنقترب اكثر من المشهد هناك، ومعنا عبر الهاتف دكتور عبد الخالق عبد الله، استاذ العلوم السياسيه من دبي بالامارات العربيه المتحده. دكتور عبد الخالق، مساء الخير. اهلا بحضرتك يا فندم. نتحدث طبعا عن هذه الخطوه التي اتخذتها الامارات مع السعوديه والبحرين بسحب سفرائها من قطر في الامارات، يعني ومع احداث اضطرابات، يعني كانت قطر بشكل او باخر ربما تدخلت فيها بسبب دعمها المباشر لجماعه الاخوان المسلمين في الامارات، ما هي اصداء هذه الخطوه؟ لا شك أن هذه خطوة غير مسبوقة، ربما غير مألوفة خليجيا،
في 33 سنة من عمر مجلس التعاون لم نعها دول الخليج تكون هكذا قاسية مع بعضها البعض، لأنها تذهب إلى سحب سفراء ثلاث دول خليجية دفعة واحدة. وأعتقد يعني واضح أنه قطر تخسر القريب والبعيد بنهجها وإصرارها على هذا النهج الذي يعني أثار الكثير من الجدل سابقا، لكنه أصبح هذا النهج يهدد حتى أمن أقرب الدول إليها. فبدون يعني إعادة النظر في هذا النهج، أعتقد دول الخليج كانت مضطرة لاتخاذ مثل هذه الخطوة الغير معهودة في تاريخ العلاقات، في تاريخ علاقات دول الخليج مع بعضها البعض. طب برأيك هل كان هناك محاولة للتنسيق مع الكويت وسلطنة عمان حتى يكون هناك موقف موحد من جانب دول المجلس، لأنه الآن دول المجلس انقسمت في موقفها تجاه قطر؟ لا، يعني لما تبعث ثلاث دول معا بشكل جماعي رسالة قوية بهالمعنى، يكفي في مرحلة من المراحل أن تذهب ثلاث دول لقطر لكي توصل رسالة الاستياء الشديدة تجاه سلوك ونهج وأسلوب قطر في التغريد خارج السرب الخليجي. يكفي الرسالة محملة الآن بثلاث تواقيع، ولو كانت يعني الرغبة موجودة لانضمت الكويت بسهولة إلى ذلك، ولكن عمان دائما لها أيضا موقفها المختلف عن البقية. في تقديري الكويت ستلعب دور مهم جدا، ومطلوب منها أن تقوم بدور إطفاء هذا الحريق في البيت الخليجي. فكويس أن الكويت في هذه المرحلة على الأقل تقوم بالدور المطلوب منها، وهو دور يليق بالدبلوماسية الكويتية. الكويت دائما على علاقات طيبة مع بقية دول الخليج، فعسى ولعل تأتي الدبلوماسية الكويتية لكي تحل هذه المعضلة، وعسى ولعل أن تفهم الدوحة أن هذه المرة الرسالة قوية، وربما ستتلوها أيضا رسائل أقوى. نشكرك شكرا جزيلا دكتور عبد الخالق عبد الله، أستاذ العلوم السياسية في دبي. أستاذ أشرف، الآن تحدث أستاذ دكتور عبد الخالق عن دور الكويت، يعني طبعا تعودنا أن الكويت هي الوسيط الذي يلعب دور عربي نشط. في القمة العربية المقبلة ستستضيفها الكويت، ما هو دور الكويت بقى إذن في المرحلة القادمة على محورين، المحور الخليجي الخليجي والمحور الخليجي المصري أيضا؟ بصي، خليني أقول لك أنه لو بصينا للأزمة دي، وحتى البيان اللي صادر من الدول الثلاثة اللي أعلنت سحب سفرائها، هنلاقي أنه دور الكويت من اللحظة الأولى كان هو دور الوساطة، دور تخفيف الاحتقان. هي اللي خدت أمير قطر للسعودية، وقعد أمير الكويت وأمير قطر والمسؤولين السعوديين علشان يحلوا الأزمة، وهي بعد كده اللي جابوا أمير قطر للكويت الشهر اللي فات وبردك علشان يحلوا الأزمة. والآن يعني بعد ما الناس يعني وصل بيهم الأمر المدى، قطر الكويت فضلت أنها بردك تخليها دور الوسيط، يمكن تخلي القطريين يرجعوا لسبب بسيط، لأنه الخطوة الأولى دي مجرد بداية، والبيان بيكشف أنها مجرد بداية. ممكن يكون في خطوة تانية، مش مجرد سحب سفراء، قطع العلاقات، ممكن يكون في تصعيد أكثر من كده، ممكن يكون في إلغاء السفر، ممكن يكون في قفل الحدود. أما سلطنة عمان فقصة مختلفة. عمان من زمان بتفضل أنها تبقى محايدة. يعني نتذكر أنه لما الدول العربية قطعوا مصر بعد كامب ديفيد، والدول الخليجية سحبت السفراء، والوحيدة اللي ظلت على الحياد ولم تقطع ولم تتدخل، هي العمانيين فيهم ميزة، لا بيدخلوا بالسلب ولا بيدخلوا بالإيجاب، دايما بيفضلوا ان هم يبقوا على جنب لوحدهم. هم أعضاء في مجلس التعاون الخليجي، بيهمهم مجلس التعاون الخليجي، بيهمهم السياسات الاقتصادية، لكن خلينا أنا في المسائل والمشاكل السياسية لوحدي على جنب. كان بس في دور لافت للنظر مؤخرا قامت بيه عمان والكويت في قصة التقارب الغربي الإيراني. عمان بشكل خاص كان من الناس اللي رتبت هذا التقارب، لكن عند حد معين واختفت عمان من الصورة.
طيب سألت حضرتك في الشق الثاني عن العلاقات المصرية القطرية. طبعا العلاقات متوترة من فترة، وكان هناك تصريح للسفير بدر عبد العاطي. هو أكيد ما أنا ده سؤالي جاي لحضرتك. يعني البيان اللي خرج من قطر بيقول إحنا لن نتخذ نفس الموقف بسحب السفراء القطريين من هذه الدول، وأشار إلى أنه الأسباب الحقيقية تكمن خارج منطقة الخليج العربي، طبعا في إشارة إلى مصر. هل مصر لها دور في هذه الخطوة؟ بصي، هو خارج الخليج العربي، لكن في النهاية هو الخليج العربي ده مش عايش بمعزل. يعني لما الأمر يتعلق مثلا بالإخوان ويتعلق بمصر ويتعلق بسوريا ويتعلق بإيران، هو ده مش هو ده اللي بيأثر على الخليج العربي؟ وبالتالي البيان القطري بيان ضعيف جدا، وبيان يعني يتاخد عليهم مش ليهم. ده انت بتقول انا بتدخل في شؤون الدول التانية، بس ما بتدخلش في شؤون مجلس التعاون الخليجي. طبعا مصر التزمت يعني صمت، والتزمت الصبر، وتمسكت بضبط النفس لأقصى درجة من بداية التدخل القطري السافر والسافل في الشأن المصري بعد 30 يونيو، احتراما للمملكة العربية السعودية وبقية والإمارات وبقية دول مجلس التعاون الخليجي، اللي قالوا معلش يا مصريين اصبروا شوية، احنا هنرجع القطريين لجادة للطريق الصواب. لكن اللي حصل انه القطريين تمادوا، ما اكتفوش بكده، لا ده قيادات الإخوان اللي في العالم بيجمعوهم عندهم، بيخططوا عندهم، بيمولوا من عندهم، وبالتالي بقت مصر جزء من الأزمة الداخلية لدول مجلس التعاون الخليجي، لأن مصر من البداية ما دخلتش بموقف قاطع، ومصر في إيديها حاجات كتير ممكن تعملها احتراما للدول الخليجية. طيب احنا طبعا هنقترب ايضا، ما زلنا نقترب من الاجواء في منطقة الخليج العربي. معنا الان من دولة الكويت الاستاذ سالم الوهوان، الكاتب بصحيفة السياسة الكويتية. استاذ سالم الكويت، مساء الخير اولا. مساء الخير. الكويت يعني حينما اتخذت هذا القرار ولم تنضم للدول التي سحبت سفرائها من قطر، هل أرادت أن تترك خط رجع لقطر وأن تلعب دور الوسيط أو وسيط السلام بين الأطراف الخليجية؟ أولا مساء الخير عليك وعلى زملائك جميعا. ثانيا، أولا أنا كخليجي لا أقبل المساس في الشعب القطري، لأنه جزء من منظومتي، وأعتقد أن ما يحدث هو قرار سياسي، وهذا القرار قد لا يصل إلى ما يتوقعه الإعلام العربي أو الغربي. إنما أعتقد أن سحب قرار سحب السفراء السعودي والإماراتي والبحريني هو قرصة إذن، أو زي ما بنسميه في الكويتي فركة إذن للقيادة أو للقيادة القطرية. وبالتالي ردا على سؤالك، الكويت لماذا لا تكون ضمن الإطار ان تسحب سفيرها؟ الكويت يجب ان تبقى خارج الإطار، لان هي معروفه في دبلوماسيتها من خلال الدبلوماسيه المعروفه في الكويت لسمو امير البلاد الذي عاصرها حوالي 45 عاما، ويعتبر وتعتبر الكويت هي الحمامه السلام في المرحله المقبله لعوده صف الخليج. طيب الخليجي. ما الذي بقى ستفعله الكويت بالفعل في الفتره القادمه؟ التي تعمل على بكل ما تستطيع على إعادة الصف الخليجي وأيضا اللحمة الخليجية. وأعتقد أن الكويت الآن بدأت من الآن اتصالاتها ومشاوراتها حول هذا الموضوع، وهي لأن الكويت ستستضيف القمة العربية القادمة في قطر، وهناك باقي دول الخليج وهناك مصر. إذن الدور الكويتي هل سيكون على يعني اتجاهين متوازيين ما بين مصر وقطر وبين دول الخليج وقطر أيضا؟ أعتقد يا أختي العزيزة زيارة وزير الخارجية القطري الكويتي الأخير الشيخ صباح الخالد مؤخرا إلى قطر والبحرين، وأنت يمكن عندك تفاصيل أكثر مني، هي لها هي جزء من ما أنت عن هذا السؤال. الكويت لا تدخل المؤتمر إلا ثقي، وأنا الآن من هذه المكالمة وسألتقي معك مكالمة أخرى. الكويت لا تدخل المؤتمر القادم إلا والأجواء بين دول الخليج واحد تكون صافية، ومصر وقطر ستكون أيضا قد تصل إلى حل يرضي الطرفين. فالقمة ستحتضن، وأعتقد أن لا
توجد في هذه الخلافات بما يتصورها الإعلام بشكل عام. نشكرك شكرا جزيلا أستاذ سالم الواوان الكاتب بصحيفة السياسة الكويتية. يعني هو متفائل. يبدو أنه الكويت وضعت أمامها يعني تحدي كبير. طيب تصفية الأجواء القطرية المصرية كيف ستكون الآن السفير المصري؟